بلد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. هنا تودد جميع الخدمات من ناحية التعليمية، من عدد مدارس كافي في المجمع بالوحدة المحلية بلمور. وبعض القرى يعني يودد عند العصارة، يودد فيها عدد من المدارس بالجهود الذاتية. عملت مدرسة خالد بن الوليد بالجهود الذاتية. مشروع الصرف الصحي انتهى بالنسبة لقرية بلمور، لكن متوقف على تشغيل محطة الصرف الصحي الرئيسية اللي هي بعاشوت الجديد. مستشفى مركزي كان بنتكلم على أكتر من مرة بالنسبة هنا، فهي مركز الفتح بوجه عام محتاج إلى مستشفى مركزي زي مثل باقي المراكز زي لبنوبة وصح سليم والبداري، فأنا محتاجش مستشفى مركزي. ولو تتعامل في بنامور قرية بنامور من الأصلح، لأنها متوسطة جميع الوحدات المحلية. والله احنا بنعاني من مشاكل كتيره، يعني مش معقوله يعني بلد تبقى بلد الريس وحجم بلد الريس، وتكريما للريس المفروض احنا اول هام ما عندناش كوبري ومدخل زي الناس، يعني البلد الوحيده اللي ما فيهاش مدخل كويس. كمان المستشفى المركزي ازاي قريه زي قريه بنمور ما يبقاش فيها مستشفى؟ احنا ماشي مستشفى المركزي، جميع مراكز اسيوط كلها فيها مستشفيات مركزيه عدا مركز الفتح ما فيهاش. ليه؟ طيب احنا بنطالب تكريما للرئيس وعداله الرئيس جمال عبد الناصر بمستشفى مركزي مقرها موجود في بنمور، والاماكن كثيره في بنمور، الاماكن الحكوميه كثيره في بنمور، بنطالب بمستشفى. كمان الصرف الصحي، الصرف الصحي فيه تعطلات كثيره احنا مش عارفين نتوقف عليها بالظبط من 2005 واحنا في الصرف الصحي بنعاني من الصرف الصحي. الغاز الطبيعي موجود جنب نهواتي على حد قريبه موجود، عندنا احنا الغاز الطبيعي ما وصلش. احنا بنطالب كبلد زي بلد رئيس جمهوريه مصر العربيه وزعيم الامه جمال عبد الناصر، يعني موجود فيها الحاجات ديت، احنا بنطالب بحاجات بسيطه جدا.